يقول السائل: هل الرد على المخالف وبيان خطأ المخطئين من أصول السنة؟ نعم، الرد على المخالف هذا من طريقة أهل السنة والجماعة، لكن هذا لا يتولاه إلا أهل العلم اللي يعرفون الخطأ والصواب ويعرفون كيف يردون. أما المبتدي في طلب العلم والجاهل هذا ما يصلح أنه يرد، لأنه قد يعتقد أن هذا الشيء خطأ وهو ما هو خطأ، وقد يرد ردا غير مناسب، فهذا إنما يتولاه العلماء.